لكن ابن تيمية انت قالوا له مجسم ليه؟ لأنه أثبت العلو وأثبت لله ما أثبته لنفسه. وديل ذاته اللي بيقول لك مجسمة منتسبين بعضهم لطرق لناس ناس ذاته بيقولوا الكلام ده. الزول اللي ناظرته ده ذكرت لك مناظرتي معاه ده، قلت له يا أخي واحد من شيوخك ديل ماذا رجيم اسمه؟ شيخ الزريبة، ما بتعرفه؟ بعدين قلت له شيخك ده قال اشرح لي الكلام ده، قلت له انا بتحداك اشرح لي الكلام ده، كلام شيخك ده. قال ترقوا بسر السر والطمس والعمى الى المحو والكنز الخفي وما حوى الى سر جمع الجمع والصحو والبقى به شاهدوا ربا على عرشه استوى. اشرح لي قلت له الكلام ترقوا، ده كلام شيخ ذاته من الكتاب بتاعه، ترقوا بسر السر والطمس والعمى الى المحو والكنز الخفي وما حوى الى سر سر الجمع الى سر جمع الجمع الى سر جمع الجمع والصحو والبقى به شاهدوا ربا على عرش استوى. اشرح لي الكلام قلت لك يا اخي الله قال في القران الرحمن على العرش شنو؟ استوى. الرحمن دي جملة اسمية، الرحمن مبتدا وخبر المبتدا شنو؟ على العرش شنو؟ استوى. واخبار القران صدق ولا كذب؟ صدق. انت تقول له ما استويت؟ تقول له ما استويت؟ ارجع التفسير، العلماء اجمعوا اجماع، انا بقول لك كلام ابن تيمية. طيب الهم بسببه يكفروا صفحة 260 ل 265 ده المجلد الثالث. قال شنو؟ وقال الشيخ العارف أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الكيلاني في كتابه الغنية، ده تعرفوا عبد القادر منه؟ الجيلاني، مش بقول لك الطريقة القادرية؟ ده زول ده ذاته عانه. قال شنو في كتاب الغنية؟ الغنية ده كتابه مش الغنية بتاعت الأورجن، الغنية اسمه غنية الطالبين. قال شنو؟ قال أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات صفحة 264 على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، أن يعرف وأن يتيقن أن الله واحد أحد، أو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء. قال ولا يجوز، ده كلام عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية، قال ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى. ده كلام عبد القادر الجيلاني، لسه أصبر عين. وقال الإمام أبو الحسن الكرخي الشافعي في مقدمته المشهورة في اعتقاد أهل السنة وهي منقولة من خط الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح، قال شنو؟ عقيدتهم أن الإله بذاته، عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. لسه. طيب وقال الشيخ أبو نصر السجزي، ده صفحة 262 في كتاب الإبانة له، وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك ابن أنس، ده الإمام مالك، وسفيان ابن عيينة وحماد ابن سلمة وحماد ابن زيد وعبد الله ابن المبارك وفضيل ابن عياض وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا إلى آخره.
لسه لسه. وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتابه التمهيد في شرح الموطأ، وهو أجل ما صنف في فنه. ده شرح الموطأ، الموطأ حق منه مالك، وأبو عمر ابن عبد البر ده من أئمة شنو المالكية، شرح الموطأ قال في كتاب التمهيد لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو حديث منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل، اسمع الكلام ده، قال: وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم أن الله بكل مكان وليس على العرش، ده قول المعتزلة. قال في الدليل على صحة ما قاله أهل الحق، قال: قول الله الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. الله قال لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك شنو إلي. تجي تقول الله ما فوق أي شيء، نسأل الله العافية. وتجي تقول ابن تيمية مجسم، ابن تيمية برد على المجسمة، ذا كتاب ابن تيمية.